السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مينا ماهر، والنهاردة معنا الدراجة كانانديل. تابعوا معنا للنهاية، هنوريكم المواصفات بتاعت العجلة دي. زي ما احنا شايفين مع بعض، اكتر حاجة غريبة فيها ان هي فرش، الفرش جاي بناحية واحدة بس. تابعوا معنا للنهاية، هنقول لكم جميع المواصفات بالتفصيل وسعرها في نهاية الفيديو. اول حاجة، الدراجة كانانديل دي براند امريكي، بس هي بتتصنع في تايوان، وبرضو ده اغلب العجل للاستعمال خارج، بيبقى ماركات مثلا زي التريك سبيشالايز، دي ماركات امريكي بس برضو بتتصنع في تايوان، ودلوقتي تايوان من افضل اماكن لصنع الدراجات. والعجلة الكانانديل دي بيجي وزنها خفيف جدا. هنخش برضو عن مصنوعة من الالموت. يا رب على صوت الاوتوبيسات، مش هنعرفه نصوره. العجلة الكانانديل دي زي ما بنقوله، دي وزنها خفيف جدا جدا جدا، لان برضو هم عاملين الحركة دي عشان يخففوا الوزن. ومن اكتر نقاط القوة في العجلة دي ان الكروب بتاعها قوي جدا. الجشمة الخلفية بتيجي شيمانو ديور، الجشمة دي عالية والاداء بتاعها كويس جدا. برضو الجشمة الامامي بتيجي شيمانو ديور، ادائها كويس على كرانك شيمانو. زي ما احنا شايفين قدامنا الشفترات شيمانو ديور. برضو احسن حاجة من نقاط القوة في العجلة دي نظام الفرامل، بيجي شيمانو. نظام الفرامل ده عالي جدا، والاداء بتاعه طبعا محترم، بيفرق عن نظام الفرامل الصيني اللي هو اللوجان والكلام ده. ده فرق، وده فرق جامد في قوة التوقف، وده ممكن يتعمل له صيانة، في ناس بتعمل له صيانة، على عكس اللوجان صعب حد يعمل له صيانة. زي ما احنا شايفين مع بعض، تيش الكرسي بيجي من الالومنيوم، الكرسي بيجي كانانديل، الكرسي الاصلي بتاعها الفابريكا. برضو اوريكم، برضو بيجي شيمانو اللي هو دوت، والكتلة برضو بتيجي شيمانو، هو سيستم محترم جدا. وبرضو السيستم الخلفي نفس النظام. هنخش على اقوى حاجة في العجلة دي، الجنوط. الجنوط بتيجي ميدن ان تايوان، طبعا جنوط محترمة جدا والاداء بتاعها عالي. بتيجي السرة اللي هنا فورميلا ايطالي، زي ما احنا شايفين شكل الشوكة الامامي شكلها مميز، ودي من النوادر. العجلة دي اللي يعني اللي هيشتريها في مصر ده هيبقى انسان مميز، لان دي نادرة جدا، هتلاقيها مع ناس قليلة وممكن مش موجودة في مصر. يعني اللي هيشتريها هيكون مميز، سعرها غالي بس انت بتشتري تميزك بالسعر الغالي. وعلى المواصفات اللي فيها دي يعتبر سعرها مش غالي، هنقول لكم برضو السعر في نهاية الفيديو، تابعوا معايا للنهاية. السرة الأمامي مكتوب عليها كانانديل، زي ما احنا شايفين شكلها كده من الناحية دي، لأن زي ما قلت لكم مفيش اللي هي الشوكة. الكاوتش الأمامي والخلفي بيجي شوال بي، الكاوتش ده محترم، والشوال بي ده ماركة عالية جدا واحترافية جدا وغالية قوي قوي. برضو حاجة نسيت اقول لكم عليها، البدلات بتيجي ولجو، والبدلات دي عالية جدا ومحترمة جدا. وده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. العجلة دي سعرها انا ببيعها ب 12000 قابل للنقاش البسيط بعد المعاينة. كان معكم مينا ماهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.